رجعت الشتوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات، حياكم الله معاي بالفقرة الصباحية، أتمنى يا رب كذا من كل قلبي تتفرجين وتستمتعين بالموضوع اللي حابين إنه حنا يعني نتكلم فيه. طبعا اليوم موضوعنا جدا جدا مهم، شوفوا اليوم راح نتكلم بإذن الله تعالى في موضوع العصبية بالعلاقة الزوجية. قبل ما نبدأ اكتبوا لي تحت بالتعليقات هل الموضوع هالمواضيع هذه حابين نتكلم عنها اكثر، واذا حبيتي الموضوع لا تنسيني بلايك. يلا خلونا نبدا. اول حاجه راح اتكلم فيها، انت ما تدرين حجم الاسى اللي انت تدخلينه حياتك في موضوع العلاقه الزوجيه، علاقتك مع زوجك العصبيه لما تدخل بينكم، انت ما تدرين ايش الاشياء اللي قاعده تهدمينها. شوفوا انا لما اتكلم على موضوع العصبيه انا ما اتكلم فيها عن الحالات النادرة اللي تطلع عند المرأة، يعني ممكن أوقات تصير موقف تعصبين فيه، أنا أتكلم عن العصبية المستمرة داخل المنزل مع زوجك مع أطفالك، 24 ساعة معصبة، 24 ساعة صوتك عالي، 24 ساعة تخانقين على حل واجبات، على طبخة، على أي شيء. راجعي نفسك، حب أقولك أنه أمقت صفة عند الرجل العصبية، حتى لو كان الرجال عصبي. لا تجيني واحدة وتقولي طيب الرجال ليش يسوي كذا ويسوي كذا، احنا لما نطرح موضوع نمسكه من زاوية واحدة اللي هي المرأة. لا تجين انت من الرد الثانية تقولين طيب الرجل ليش يكون عصبي. بإذن الله تعالى بنفتح كذا مواضيع مع الأيام، بنناقش كذا أمر، يعني بس أنا الآن قناتي للنساء، أنا أناقش فيها بس مواضيع النساء، تمام؟ طيب، فحاب أقول لك كلمة أمقت صفة عند الرجل اللي هي العصبية. وجدوا بالدراسات انه 99% من الرجال يكرهون الامرأة العصبية، مهما المرأة العصبية مهما كانت هذه المرأة جميلة، ومهما كانت هذه المرأة مثقفة، ومهما كانت هذه المرأة لها حسنات كثيرة، العصبية تطمس اي حاجة او اي حسنة لها، يبغض الرجل المرأة العصبية. طبعا انا حابة اقول كلمة صغيرة، ممكن بعض النساء في تقلبات الزمان عندها، يعني مثلا ضغط الأطفال، ضغط البيت، الترتيب، التنظيف، الطبخ، عدم المشاركة يعني المسؤولية، الأشياء هذه كلها أشياء تدخل المرأة تحت ضغط نفسي، تربية الأطفال، عدد الأطفال. بس حابة أقول لك كلمة حطيها في راسك، الأطفال أنت اللي جبتيهم بقرار منك، بعد ما جبتي أول طفل وشفتي المسؤولية وشفتي التعب وشفتي الضغط النفسي اللي أنت قاعدة تمرين فيه، ليش سمحتي لنفسك تجيبين طفل ثاني وطفل ثالث؟ ليش ما أعطيتي نفسك وقت أو هدنة أنك ترتاحين تريحين نفسك شوي؟ ليش خليتي حالك موجودة تحت ضغط نفسي؟ أحب أقولك إياها من الآخر وأعطيك إياها على طبق من فضة، أنت اللي بتتعبين بها الرجل، اسمحي لي بالكلمة هذه، يعني انت اللي بتتعبين بالتربيه، وانت اللي تبغين تتعبين بالسهر، خلنا نكون صادقات مع بعض، وانت اللي تبغين تتعبين بالترتيب وبالتكنيس وبالتنظيف وبالطبخ، والمسؤوليه كلها راح تصير عليكي، واخر شيء انت اللي راح تعصبين. ليش تدخلين حالك تحت ضغط نفسي؟ شوفي العمر يروح يركض العمر خلاص، والابناء اللي انت تجيبينهم ما تدرين هل فيهم صلاح ولا لا. بعطيك اياها كذا على طبق من فضه، اسعدي نفسك، لا يروح عمرك تحت ضغط المسؤوليات، أجيب طفل وأجيب طفل ثاني وأنا أصلاً ماني قد المسؤولية، أنا عارفة نفسي أني أنا موجودة تحت ضغط نفسي، ليش أنا أروح أجيب طفل ثاني وطفل ثالث وطفل رابع وتكبر المسؤوليات علي ويكبر علي الضغط النفسي، وأطلع بآخر شيء أنا اللي معصبة وأنا لساني اللي طويل وأنا اللي ما أتحمل ولا اللي دائما متنرفزة؟ طبعاً شيء طبيعي اللي أنت قاعدة تسوينه، اللي قاعدة تفرغين وتصيرين عصبية شيء طبيعي لأنك تحت ضغط نفسي. الطرف الثاني اللي هو الزوج ما راح يحس بالتعب اللي أنت تمرين فيه، خلونا نكون صادقات مع بعض، ما راح يحس بالتعب اللي انت قاعده تمرين فيه ابدا. ايش راح يسوي؟ باقصى شيء راح يقول لك والله انت لسانك طويل ما تحترمين، ما راح يقدر انك تمرين بضغط نفسي. ممكن تكوني انت نايمه مع طفل صغير بالليل، ضغط المسؤوليات من طفل لطفل، هذا يبغى تغيير، هذا يبغى اكل، البيت وسخ يبغى ترتيب، ما تطبخين، ترى ما راح قليل قليل قليل، لو قدر بيقول لك يعطيك العافيه شكرا بيشيل السفره معاكي، هذا اقل شيء يسويه صراحة، هذا أقل حاجة يسويها، لكن ما راح يحس بالضغط النفسي اللي أنت قاعدة تمرين فيه. ليش؟ لأنه مو قاعد، أي مو لأن هذه طبيعة الرجل،
بتنعك مين بينعكس الامر عليك انت، الامر هذا بينعكس على نفسيتك انت، الامر هذا بينعكس على وضعك انت، على سلوكك انت. تلقين حالك معصبه 24 ساعه متنرفزه. حابه اقول لك ان هذه الصفه انقد صفه عند الرجل. ولما تعيشين مع زوج من الازواج، تعيشين مع زوجك يعني داخل البيت 24 ساعه وانت متنرفزه، وتذكري انه من عمرك، تذكري شيء واحد، ان هذا من عمرك انت قاعد يروح، مو من عمر زوجك. يا ما سمعنا قصص كثيره عن ازواج لما كبرت زوجاتهم وكبروا ابنائهم راح يتزوج عليها، قال ابغى اعيش، انا اريد اعيش، نسى كل حاجه هي سوتها، نسى الاشياء اللي سوتها، خلاص هو يبغى يعيش. وانت كمان عيشي، انت كمان عيش، لا تكونين مجرد اداه لانجاب الاطفال عشان تعيشين تحت ضغط نفسي. لا، جيبي الاطفال لما تكوني فعلا مستعده نفسيا. لا تجيبين الاطفال يعني معلش على كل هذه متعه 5 دقائق ولا 10 دقائق تنتجين منها طفل، تعيشين طول الفتره تحت ضغط نفسي. ما انت قادره كيف تربين الاطفال، ما انت قادره عليهم. الله سبحانه وتعالى خلقنا طاقات، هذه تتحمل المسؤوليه، تتحمل الضغط النفسي، هذه لا تتحمل المسؤوليه ولا تتحمل الضغط النفسي، هي كذا طاقات. فنصيحه من كل قلبي، اضبطي موضوع العصبيه عندك اذا انت ما تبغين تخسرين زوجك ولا تخسرين بيتك. اضبطي موضوع العصبيه عندك، لان لما تعصبي راح يرجع عليك وعلى نفسيه اطفالك المساكين اللي ما لهم ذنب بالشتات النفسي اللي قاعد يصير داخل المنزل بسبب عصبيتك وبسبب انانيه الاب. في ضحايا معاكم بالبيت بيسالكم الله سبحانه وتعالى عنهم. حاولي انك تضبطين وضعك، وحاولي انك تضبطين امورك، وحاولي انك تقللين من موضوع العصبيه، وتراجعين في حياتك وتفتشين في حياتك عن الاسباب اللي قاعده تسبب لك هذه الضغوط النفسيه اللي انت قاعده تمرين فيها. وانا اشوف ان من اكبر الاسباب اللي تسبب لي ضغط نفسي صراحه كثره الاطفال. شو انا ما عندي الا بنت واحده الله يا رب يحفظها، اوقات اكون تحت ضغط نفسي صراحه، فما بالكم اللي عندها 4 وعندها 5، الله يا رب يكون في عونها. واخر شيء ترى من عمرك ومن ظهرك ومن حياتك، استمتعي في حياتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضيكي. وتذكري انه النفس، تذكري انه النفس الله سبحانه وتعالى يعني خلاها قبل اي شيء، بعدين يجي اللي بعدها، نفسك قبل اي شيء. نصيحة كمان لأي وحدة مقبلة على الزواج، حاول انك تقننين موضوع الانجاب. كل مثلا كل ما شفتي نفسك مستعدة 3 سنين 4 سنين جيبي طفل ثاني عشان تحسنين تربيتهم، تعطين كل واحد حقه من الرعاية ومن الاهتمام ومن الحنان، وانت كمان تعيشين حياتك. تذكري نصيحتي دائما وابدا، برجع وعيتها وزيتها لك، ما حد راح يقدم لك السعادة كثرك انت، ما حد راح يعطيك السعادة كثرك انت، انت اللي تقدمين لنفسك السعادة، ما حد راح يديك اياها، انت اللي تخلين نفسك سعيدة. هذا كان موضوع اليوم، اتمنى يا رب من كل قلبي تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، واتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوه. اذا حبيتي هذا الموضوع شاركيه بالواتساب مع صديقاتك او اي وحده حاسه انها راح تستفيد، او مع جروب خوياتك. اتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، احنا قاعدين كذا ننظم وننظف الفريزر. استنوني فيديو بالليل بمشيئه الواحد الاحد، فيديو روتين الجمعه باذن الله تعالى، اليوم روتين الجمعه. أتمنى يا رب تستمتعون فيه وتستفيدون. لايك صغير فضلا لا أمرا أكون لك من الشاكرين، وإذا حبيتي قناتي طقي عند اشتراك برضو أسعد باشتراكك. أشوفكم على خير بإذن الواحد الأحد، استودعتكم الله رب العالمين، مع السلامة.